إخواني متتبعي قناة مراد بتيل، مساء الخير. اليوم بغيت نجاوب معكم في موضوعين أساسيين. الموضوع الأول هو تفاعل بعض الناس مع المشاركة ديال الزوجة ديالي والابن ديالي والزوجة ديالو في لالة العروسة، والموضوع الثاني هو ذاك النقاش الذي يدور حول هل القفطان مغربي أو جزائري. فيما يخص الموضوع الأول، يمكن لي نقول لكم بأنه أنا كنحس بواحد الفخر والاعتزاز. فخر واعتزاز أولا لأنه يعني كنشوف العائلة ديالي في التلفازة وأنهم مشاركين في برنامج وطني، واحد البرنامج اللي يعني عنده واحد الشعبية كبيرة سواء داخل أو خارج المغرب. كما أنه يسعدني كثيرا تفاعل الناس سواء في الخارج أو في الداخل اللي كيعرفوا لأنه الاسم ديالي يثار في برنامج تلفازي. كيتصلوا بيا من ايطاليا، من اسبانيا، من فرنسا، يعني من واحد المجموعه ديال الدول، ناهيك على الاخرين اللي كيصيفطوا لنا غير دي كومونتير تري بوزيتيف تبارك الله عليهم، واللي يعني فرحانين، واللي بطبيعه الحال يسر، واخا حنا ما بغيناش نديروا ديك الشوفينيا، وهو الناس ديال خريبكا تبارك الله عليهم، يعني فرحانين وكيقول لك يا ريت ان يعني العائله ديالك هي اللي تربح لأنهم يمثلون مدينة خريبكة. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني اللي إيجابي أيضا، وهو أنه كنحس بلي أنه العائلة ديالي في هذا البرنامج هذه يعني كيكتسبوا واحد المجموعة ديال التجارب والمعارف ويعني والعلاقات، وهذا إيجابي جدا بالنسبة يعني للمسار ديالهم. فيما يخص يعني القفطان، ففي سنة 1971 سافرت أنا والعائلة ديالي إلى الجزائر، بالضبط إلى مغنية، اي بلو بريسيزيمون إلى بني واسين، ان تي باتلان اكوتي دو مغنية، والأب ديالي يحمل داير الاسم من ذاك لو تي باتلان، سميتو الواسيني نسبة إلى بني واسين، لأن جدي كان مجوج ثلاثة د العيالات، جوج في المغرب وحدة في الجزائر، دونك هادو عمامي من جدي. وأرادت الظروف أو يعني الصدف أننا نحضروا لواحد المجموعة ديال التظاهرات والأفراح في الجزائر. من بين هاد الأفراح يعني أثار انتباهي نقطتين أساسيتين. نقطة ديال واحد اللباس التقليدي ديالهم، واللي من بعد ملي سولت يعني وانا ديك الساعه جيتي اونكور تري جون، الاجوبه كان فيها واحد النوع من الفخر والاعتزاز بالانتماء الى العرق التركي العثماني، حتى انهم يقولون انذاك بلي انه حنايا عندنا اصول اكثر عثمانيه اكثر تركيه منها عربيه. بيان سا سي فوتر دووا. وكانوا كيقولوا ايضا بلي ان هذا اللباس هذا عنده جذور عثمانيه، والدليل انه كيتلبس في جميع المناطق اللي استعمرها العثمانيين، وبالضبط الدول العربيه كسوريا كمصر اتسيتيرا. وكانوا يفتخرون والله العظيم، كيقول لك اودي حنا عرقنا اكثر عثماني تركي. هذا من جهه. من بعد مشيت بحثت، لقيت بلي ان واحد السلطان سي سليمان الاول تركي ولا شنو هو تركي سيسا، واللي كان كيعطي قفطان افيك دي مونش لارج، مونش لارج كان كيعطيه الباشوات اللي كان كيعينو فين ما كيعين شي باشا، دونك كيعطيه ان كافطون، كيعطيه قفطان بواحد الشكل معين داك اللباس اللي عندهم تماك. دونك هذا من جهه، لانه داك اللباس اللي كيسميوه هما القفطان، دونك كيقول لك يعني يتبجحون على اساس انه عنده اصول تركيه عثمانيه اكثر منه جزائريه عربيه اكسترا. وفي الاعراس لاحظت ان العيالات ديالهم يعني النساء ديالهم الاغلبيه كانوا كيصبغوا الشعر بالصفر. ف يعني سولتهم قلت لهم اودي لقيت بلي انكم تفتخرون بالشعر الاصفر، قالت لي ان عندنا اصول الله يجازيك بخير فرنسيه، حنا اون غيان دي زاراب، حنا اوني بلوتو ماشي كيقولوا فرونسي ولكن اوني بلوتو دو كوتي دو لوروب بوكو بلوس كو دو كوتي دي زاراب. واقسم بالله انني يعني فوجئت لانهم
يعني في وجههم وفي الشكل ديالهم، يعني دي كومبورتمون اوروبيان، يعني في هذا اتسيتيرا في الهضره ديالهم. و سي دي جون كي بارلي بوكو بلوس فرونسي، كانوا كيهضروا فرنسويه اكثر من اللغه العربيه، لدرجه انه باقا كنتذكر واحد الاستاذه سميتها مدام بلون كانت كتقرينا، قالت لنا بالحرف chez vous on ne prononce pas correctement la langue française, vous n'avez pas une bonne diction française, alors que les voisins à côté ils prononcent correctement la langue. هادشي اللي قالت، elle s'appelait madame Blanc، كانت كتقريني في واحد لو ليسي سميتو امام مالك في كازابلانكا بلفيدير. لقيت باللي انه مثلا هاد اللباس عنده واحد الاسم، لا بروف هاد الاسم هذا ماشي عربي، سميتو كاراكو. دونك الي شيرشي لوريجين دو كاراكو. كاراكو سي با عرب، حنا او موان قفطان، لغه عربيه فصيحه اتسيتيرا. سي ابري ملي دخلنا في الصراع اللي ولاو كيستعملوا كلمه قفطان، الوغ كو ديبي يل ديزي لو كاراكو. دونك سا في ان نو، اي دونك غي ديجا من التسميه كيبان بلي انه سا ريان دعاب، دونك شي حاجه اللي مستورده ولا شي حاجه اللي عندها اصول اجنبيه. انا ما باغيش ندخل في الصراع شكون ما شكون، انا غير بغيت نبين لكم بلي انه في 1971 اللي ديك الساعه باقا الاشتراكيه يعني كضرب الاطناب ديالها في الجزائر، كانوا يحنون الى توسكيتي امريكان، كانوا كيعجبوهم اننا نجيبو لهم لي جين، لان بحال نقول كان الحظر على الجين عندهم، دونك كنديو لهم الجين، وكتدي لهم لي جاكيت ديال الجلد و لي سيغاريت امريكان. دونك هادو حوايج الا ديتيهم ليهم يعني يعطيوك اللي بغيتي. دونك كان عندهم واحد الحنين الى الضفه الاخرى، رغم انهم سيتي دي سوسياليست. وحتى في العيشه ديالهم، في العيشه ديالهم ان افي ريان دو سوسياليست. سي فري سوسياليست دون لو سونس او يعني لا بوليتيك او دون لو سونس او السياسه عندهم الداخل والتصرفات، يمكن سيتي سوسياليست كتمشي عند الطبيب اي تو دوموند ميم با كي تو اي كيداويك اتسيتيرا اتسيتيرا، مي ليسبري ديالهم ان جامي ايتي سوسياليست دي الجيريان. لدرجه انا كنظن ان ديك لا بروباغوند كلخاتهم، كلخات لي الجيريان، او ليو باش تطورهم واش تزيد تنميهم. ملي كتهضر معاه يعني كيبان لك بلي انه عند الانسان عنده معارف، ولكن بورني، ماشي منفتح، ماشي مرين في النقاش، اللي بورني ديك ديال موا يعني سو سكون ابل لو نيت سوفيتيك. اذا تبارك الله عليكم، كنت باغي نتواصل معكم في هاد جوج ديال النقاط، ونتمنى انكم تواصلوا معايا انتوما، لان لي زابوني بداو كيطلعوا، ونتمنى ايضا انكم فو روغاردي لا فيديو اي فو لا كومونتي، في انتظار يعني تعليقاتكم وفي انتظار تجاوبكم مع لا فيديو هادي. اترككم في امان الله، وقولوا لي بصحه القفطان ديالي، القفطان الاميري، القفطان يعني الراقي. الله يحفظكم، تبارك الله عليكم.